معانا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. اهلا بيك يا فندم. انت فندم على طول كل ما اتصل بحضرتك لازم وشك يبقى حلو علينا وعلى الاثار وعلى مصر، لان النهارده يعني بشكر النيابه العامه اللي في قضيه من 2014 رجعت لنا 36 قطعه اثار من اسبانيا كانت مهربه، الله فالنهارده اكبر. كان خبر جيد جدا جدا، وبنشكر النيابه العامه وكل من ساهم، وزاره الخارجيه وزاره السياحه والاثار وكل من ساهم في هذا يعني في عوده جزء من تراثنا المهم جدا جدا، صحيح، فالنهارده نشكر كل اللي ساهموا في هذا المجال. احنا لكن نضم صوتنا لصوتك والله العظيم يا دكتور، ربنا يخليك. لان حضرتك كنت تناول امبارح سياده النائب العام برضه في القضيه يعني الشقه بتاعت الزمالك، شقة والراجل الزمالك، يعني ساب كل وقته ومجهوده وكان اكثر صحيح، من رائع واذهلنا بمعلوماته وادبه الجم، فبرضه النهارده النيابه العامه بتراجع 36 قطعه اثار، فده يعني مجهود جام ومجهود كبير جدا جدا بنشكر عليه النيابه العامه. صحيح، ولكن بكره استاذ يوسف عندنا حدث فريد جدا، حضرتك تكلمت على الاقصر فقط ولكن مش عايزين ننسى معبد قارون في محافظه الفيوم، محافظه على بعد ساعه من القاهره، برضو الفيوم بيحدث فيه هذا الحدث وتعامد الشمس على قدس الاقداس، وقدس الاقداس ما تزعلش حد ابدا، ده تفرحنا كلنا وتبان ان مفروض اجدادنا ان كانوا مؤمنين قوي وعارفين ربنا قوي وعارفين الاله الواحد الاحد اللي كان صح، بيسموه وعوعوه بمعنى الواحد الاحد، فاحنا نفخر ان اول من يعني نادى بالتوحيد هو اجدادنا، فده شيء يسعدنا كلنا ويغيظهم زي ما يغيظهم، احنا عايزين نغيظهم كل يوم، وبالتالي بكره هو حدث فريد ان احنا نهتم بعلم الفلك، الفلك عندهم نهر النيل والشمس كان بالنسبة لهم هي المؤثر والمحرك لكل حياتهم، وهما القاضبين اللي ماشي عليهم الحضارة المصرية الشمس ونهر النيل، فهم قدسوها، قدسوا الحاجتين دول، ولذلك صنعوا لنا حضارة أذهلت العالم. لذلك من برنامج حضرتك أتمنى يا فندم باعتبار أن أول دولة اهتمت بالفلك، وعندنا في حتة اسمها نبتة بلاية في أسوان جنوب أسوان ب60 كيلو لقينا أول مرصد فلكي وأول ساعة فلكية وأول بوصلة في العالم، أتمنى أن مصر في هذا المكان تعمل المتحف للفلك ونقول لكل الدنيا احنا اول ناس اهتمينا بالشمس ونعرض فيه اثارنا اللي اهتمت بالفلك، لان في كل معابدنا وكل اهراماتنا كانت بتبنى على اساس الشمس، لازم عندنا طقسه مهمه جدا في الحضاره المصريه طقسه شد الحبل، كان الملك بنفسه بيحضرها وكان دي مع شروق الشمس، وهم اختاروا ايام محدده سواء الانقلاب الشتوي او الانقلاب الربيعي او عيد وفاء النيل، لم تكن معابدهم اهراماتهم تبنى اعتباطا ولكن كان لها تاثير بالنسبه للشمس، فلذلك عندنا بكره معبد حتشبسوت في الغرب بتتعامد الشمس على قدس الأقداس، على معبد الكرنك من البوابة الشرقية هتقعد من الساعة 6:45 لغاية 7 من حوالي ربع ساعة وخمس دقايق في معبد معبد كمان حتشبسوت، وعندنا في قصر قارون في الفيوم برضو، ويمكن في الفيوم بتبقى جميلة جدا لأنها بتتعامد على مقصورتين ولكن لا تأتي لمعبود مقصورة سوبك اللي هو المعبود بتاع هذا يعني هذا المعبد، لأن معروف حضرتك إن دايما التمساح اللي هو سوبك دايما بيبقى تحت المية وبيشوفش الشمس تماما، وبالتالي بدعو كل المصريين يصحوا بقى يشوفوا بكره خاصه ان بكره في مدارس ويشوفوا هذا الحدث، وكلنا نفخر ان احنا عندنا حدث فريد لا نراه الا في معابدنا ومقابرنا المصريه، فدي فرصه مهمه جدا جدا ان احنا نستغلها ونقول لاولادنا احنا اجدادنا كانوا مبهورين بالفلك وكانوا شاطرين في الفلك وسبقوا وكاله ناسا وسبقوا كل المعماريين في العالم، بدليل دلوقتي حضرتك العاصمه الاداريه كل اللي شغال فيها الجديده بيشغل فيها عمال ومهندسين كلهم مصريين وطلع لنا سواء معجزات سواء اطول برج او اكبر كنيسه او اكبر جامع، فكل دي رساله بيقول ان الاحفاد عندهم نفس الجينات بتاعه الاجداد نفس الثقافه نفس الفكر، وبالتالي هي فرصه نقول لاولادنا هم دول هو دول، ونرد على المتشككين اللي بيقول لك هم احنا مش اجداد مش يعني احنا مش احفادهم، لا والله احفادهم بدليل ما يوجد وما يستمر حتى الان. صحيح. طب دكتور مجدي ده خليني اسال سؤال، هل لدينا احتفاليه موازيه في الفيوم برضو في معبد قارون ولا احتفالياتنا بس في الاقصر؟ بتحصل وبيحضرها السيد المحافظ، ودي فرصه من خلال برنامج حضرتك نتمنى ان يكون عندنا كده يعني سياحه زي ما طالبنا في برنامج حضرتك وسياده الوزير استجاب ان تكون احتفاليه بس سنويه، برضه نطالب السيد وزير السياحه والاثار ان تكون هناك سياحه اسمها سياحه فلك او تعامد الشمس. حضرتك عارف ان عندنا السنه الجايه عندنا حدث مهم جدا يوم 22/2 سنه 22 هيحصل يوم فارق، انا بقول لحضرتك التاريخ تاني 22 فبراير اللي هو شهر 2 22 تاريخ مميز جدا اللي هيبقى تعامد الشمس في معبد ابو سمبل، وهتبقى في فعاليه ضخمه جدا لان التاريخ مهم قوي، فنتمنى وعندنا كمان بيحصل في هيبس عندنا في كارون يعني في ست معابد بيحصل فيهم فوكات مختلفه، فتخيل حضرتك لو انا جبت افواج سياحيه يبقى تزورها بس تزور مصر خمس مرات
الهدف ان هي تشوف تعامد الشمس على المعابد المصريه. اعتقد ان فكره جديده ومش موجوده ابدا خالص وما نفذتش، ويبقى دور شركات السياحه تسويق هذا الحدث. اعتقد هيبقى فارق ويوضع في الاجنده الدوليه. فالفيوم بتنظم حضرتك والمحافظ بيحضر وتبقى احتفال جايز ما بيكونش الاقصر، نعرف حضرتك السياحه في الاقصر اكتر، لان الفيوم مش بعيده، ارجو كل المصريين فرصه، كل واحد ياخد اولاده ساعه بالعربيه وهيروح، وبعد كده ممكن ينزل على قريه تونس ياكل احلى فطير ويشوف احلى فخار ويرجع. فاعتقد ان هتبقى فسحه مميزه جدا. طبعا السنه دي خلاص، لكن نتمنى السنه الجايه نبدا نستعد ليها في الفيوم برضه. طب احنا بقى ايه، مش هنفوت الفرصه بالمناسبه، عشان حضرتك قلت لي استردينا مجموعه من القطع الاثريه، صح كده؟ احنا بقى عايزين نعرضها، وحضرتك برضه تشرح لنا شويه القطع دي عباره عن ايه. دول 36 قطعه يا فندم، مش كده؟ بالظبط بالظبط. هي فيهم قطع جميله قوي للمعبوده سخمت، اللي هي الست المصريه، اللي هي كانت بتبقى قطه الصبح، ولكن يعني بتتحول بتبقى سخمت، يعني تغير شويه اذا حد زي بيقولوا اعتدى عليها، وهي زي طبيعه المصريين عموما طيبين جدا، ولكن لو حد قرب جنبهم زي بيقولوا ياكلوه، فهي سخمت هي كده. وفي برضه تمثال مهم جدا للمعبود امون، اللي هو معبد الكرنك، اللي هو الراس بتاعته هتلاقي حضرتك عليها رشتين من فوق. أيوه. جزء الراس فقط، في بعض الفخار، في اربع اواني اسمهم اواني الكانوبيه، دول كان بيحطوا فيهم الاحشاء، يعني ما الجد كان بيعمل التحنيط كان بيطلع كل المعده والامعاء وكل الكبد والطحال وكل ده، ما كانش بيرمي حاجه خالص، فكان بيحطهم في هذه الاواني عشان زي بيقولوا المتوفي يروح بكل حاجته، عشان لما يبعث في العالم الاخر يبعث زي ما موجود. وبالتالي مجموعه قطع مهم جدا، لكن اتمنى من خلال بقى حضرتك اقول للي بيسرق او بيهرب هذه الاثار، انت ليك ثلاث عقوبات اسوء من بعض، ففكر مليون مره قبل ما فيها. هتاخد 25 سنه سجن مشدد مش مؤبد لانها اتحولت لمشدد، في نفس الوقت هتاخد كل اموال او كل الممتلك او الحاجات اللي انت بتحفر فيها او الاجهزه او المعدات هتصادر، ولكن كمان هليك كمان غرامه مهمه جدا من مليون ل 10 مليون، دي على حسب تقدير القاضي، ولما دفعتهمش في فتره محدده هيتحول الفلوس الى سجن. فخلي بالك انت عندك 25 سنه من سجن مشدد، عندك من مليون ل 10 مليون ستصادر كل املاكك، والاخطر ان انت لو هربت قضايا الاثار لا تسقط بالتقادم، بمعنى لو هربت او رحت او جيت وقت ما يتم القبض عليك سواء في الداخل الخارج هتعاد القضيه مره اخرى، مش زي قضايا اخرى بتسقط بالوقت، دي ما بتسقطش بالوقت لانها قضيه مهمه جدا هي الاثار. فارجوك فكر مليون مره في مستقبلك، لانك انت ما عندكش ضمير اصلا، لو عندك ضمير مش هتهرب اثار، ولكن فكر في مستقبل ولادك قبل ما تفكر في هذا الموضوع، لان الموضوع شد تماما سنه 2020، وبالتالي نرجو ان ده ما يحصلش وما يفكرش فيه مره اخرى تماما. يعني نتمنى بس يكون الناس اللي بتعمل كده يبقى عندها شوية دم وتفهم انها بتضيع نفسها، مش بتكسب فلوس ولا حاجة، حتى لو كانت بشكل غير قانوني، لا ده الناس دي بتضيع نفسها وبتضيع تاريخ وبتضيع موروث حضاري هو الأعظم على مستوى العالم. أنا بشكرك جدا جدا دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار. الشكر أيضا الحقيقة موصول لكل العاملين بالوزارة، كذلك النيابة العامة، ومما لا شك فيه الخارجية المصرية وسفير مصر بأسبانيا على الجهد اللي تم بذله الحقيقة علشان نقدر نسترد هذه القطعة.